ما رحتش الكلية ليه؟ بعيدة. يعني ايه بعيدة؟ بعيدة يا كلية فين واحنا فين؟ الله اتعلم اروح اغادر البلاد عشان اتعلم. انا عايز كلية اتعلم تبقى تحت البيت عشان انا بفرهد ولازم استوعب وانا بركز. يا ابني ما تتعبنيش، مش كفاية بقالك 5 سنين في سنة أولى مش عارف تخرج منها؟ ما هي كبيرة. انت فاهمة ان هي شارع؟ دي شوارع وحواري جوه، سنة أولى دي قد كده، دي ما حدش عارف يخرج منها. واللي خرجوا منها خرجوا ازاي؟ لا عيال معاها مكن وموتوسيكلات بقى. والله في عيال معاها موتوسيكلات وريس وفرقة. ما هو انت اصلا بني ادم فاشل. بص يا بنت انت مالك؟ صدقني انت بنت واطية. بس انت واطية. بس وطالعة لأمك. ايه؟ بس مش انت آسف. ما تقولش كده. الله يعني انت أمي، ما أنت عاملة أمي، أنت هتستقبلي أنت كمان. ليش اعمل نفسك إنك بتتأسف؟ طيب أنا آسف يا اللي عاملة أمي أنت. بص. إيه؟ اعمل فايدة في اليوم ده وانزل جيب لي شوية طلبات من تحت. أقول لك إيه؟ أنا عندي ماتش كورة ومأجر ساعتين، هجيب الطلبات الماتش دي عليا. لا مفيش ماتشات، هتنزل تجيب لي اللي أنا عايزاه. طب إنجازي. بص، هتجيب لي ربع كيلو رز. إيه؟ ربع كيلو رز؟ ربع كيلو رز؟ ده إيه ده؟ ربع كيلو رز؟ اروح انا كل ده اجيب ربع كيلو رز؟ اروح للراجل اقول له ايه؟ ربع كيلو؟ ده انا اسرقهم ولا انيش اقول له ربع كيلو رز؟ اخطفهم وهو مش واخد باله ولا انيش هات ربع كيلو رز دي، يقول عليا ايه؟ ابقى حرام احسن من ان انا ابقى اقول ربع كيلو رز دي. يا خابي الرز بيرمي لما بيستوي. الله هو في شر. تقول اي حاجه ولا ايه؟ مالكش دعوه. وهتجيب لي ربع كيلو عدس. وده بيكبر برضه وبينفش لما بيستوي ولا لا؟ بيكبر يا فالح. عايزاه كام سنه اللي بيكبر ده؟ انت ما تقولي كلام. هتروح لبتاع الفراخ تقول له عايز ورك فرخه. ورك فرخه؟ اه. طب ذنبها ايه الفرخه اللي هتتذبح عشان ورك؟ فرخه كانت ماشيه وسط الفراخ مبسوطه وكعكك وبتلعب ونتبعها عشان ورك؟ دي لو عرفت تموت من الحسرة. يا ماشا تموت من حسرتها على الورك اللي احنا نتباعها ناخد كل حاجة، انما ورك بس. اه انا عايزة ورك بس. ايه ده؟ اروح الراجل اقول له يا نهار اسود وبعيد. عرفت هتجيب ايه؟ انت عايزة ربع رز وربع عدس وورك فرخة؟ اه. انت هتتغدي لوحدك النهاردة ولا؟ واحنا هنشم بقى انا والاسرة. انت تقعدي تاكلي واحنا بقى حوالين الترابيزة نشم ونشبع ونعمل دماغ. مالكش دعوة، انا هتصرف. طب انجزي هات الفلوس. اخش اجيبها لك من جوه. انجزي الربع رز. انا انزل انا اجيب ربع رز. انزل انا بس اصحابي العيال عمالقه اقول لهم ربع رز. الراجل على قد اللي عليا ايه؟